بنقول ده شرف لاي حد ينتمي للنادي الاهلي. برضو يعني مجلس الاداره شغالين يعني على قدم وساق زي ما انت شايفين يعني. فمن ضمن الملفات اللي تم تكليف بها اعضاء مجلس الاداره الفتره اللي فاتت من كابتن محمود الخطيب، الملف ايه العلاقات الخارجيه اللي مسؤول عنه المهندس خالد مرتجي والدكتور محمد سراج. والملف ده مقسوم شقين، يعني شق استثماري وخاص بالانشاءات والمشروعات للنادي الاهلي، ودي اللي قائم عليها وبتابعها الدكتور محمد سراج بشكل كويس، ودينا شايفين النهارده من اول النتائج. والشق الثاني الرياضي واللي متابعه المهندس خالد مرتجي. انا عايز اقول لك ان انت تبقى سعيد صيني ممثل من شركات صينيه والسفاره الصينيه مرشحه لهم، يعني الراجل هو بيقول احنا سالنا السفاره الصينيه قالت ان مصر دلوقتي دوله يعني اولى الدول الافريقيه وسبقت جنوب افريقيا في جنوب افريقيا في الاستثمار، وهم جايين النهارده مرحبين جدا جدا. وقال لك احنا اول ما سمعنا كده وتشجعنا ان احنا يبقى في استثمارات وفي مجال الانشاءات والمقاولات بالذات، سمعنا عن النادي الاهلي وعرفنا ان النادي الاهلي داخل على مشروعات متعدده من ضمنها انشاء الفرع التجمع الخامس، استكمال فرع الشيخ زايد، التطوير اللي بيحصل في النادي الاهلي. فهم جايين مرحبين جدا ويمكن عندهم معلومات عن النادي الاهلي، ودي حاجه تسعدك، تبقى فخور جدا ان انت لما يجي يقول لك مصر النهارده سابق جنوب افريقيا كدوله ممكن تستثمر فيها وتعمل فيها استثماراتك. واحنا جايين اما دورنا في الاستثمار الرياضي دورنا على النادي الاهلي كاسم كبير، اكيد كلنا بنبقى سعداء. يعني الزياره فعلا زي ما انت قلت يعني مهمه، واحنا ده النادي الاهلي، يعني الواحد بيبقى فخور انه بينتمي للنادي الاهلي، لانه دايما لما الواحد بيسافر بيحضر حتى في اي مؤتمرات بره رياضيه او بيبقى في اي محفل يعني عالمي دايما بيبقى اسم النادي الاهلي قوي والناس عارفاه بشكل كبير، لان هو يعني اكبر نادي في افريقيا واكبر نادي في الشرق الاوسط وليه رانكينج عالمي يعني. فالحمد لله يعني الناس احنا لينا رؤية كمجلس ان احنا يبقى في تواصل بيننا وبين جهات عالمية وشركات عالمية في مختلف المجالات، سواء يعني مش بس في القطاع الرياضي والألعاب الرياضية، لا برضو في القطاع الإنشاءات وفي المشروعات الكبيرة. فاحنا برضو يعني فاتحين اتصال مع كذا شركة، بنشوف الأفضل إيه للنادي الأهلي كشكل تعاون، والحمد لله الناس طبعا عندهم يعني نوايا كبيرة إن هم يخشوا في مصر. وطبعا لما يخشوا في مصر كقطاع رياضي هو بالنسبة له بالنادي الأهلي هو أكبر خيار والخيار الأول، ده كلامهم يعني عشان برضو مش كانش يعني كلامي أنا لوحدي. فإن شاء الله يبقى في يعني بإذن الله أي نوع من التعاون يعني جيد. هم في تواصل معهم بقالنا شهور، والنهارده جايين بقى على ارض الواقع يشوفوا النادي ويزوروه، يعني ناخدهم جوله الشيخ زايد كمان شويه، وقعدنا معاهم استعرضنا بعض الامور يعني في الاجتماعات. ونتمنى ان شاء الله يكون النهايه تكون لصالح النادي، يعني سواء هم مجموعه شركات في النهايه مش شركه واحده، يعني مجموعه شركات في مجالات مختلفه بس كلها في مجالات المقاولات والتنفيذ والتمويل وخلافه، ومعهم برضو ناس ممثله من الحكومه الصينيه. بيشكر النادي الاهلي على حفاوه دعوته لينا هنا في النادي الاهلي لما يجي يزورنا ويتفرج على النادي. هو عارف ان النادي الاهلي واحد من الانديه الكبيره في مصر وله كمان ناس كتير تعرفه في الصين. بالفعل بيأملوا بالتعاون ده، وهم بالفعل ناقشوا بعض الطلبات اللي النادي الاهلي طلبها بخصوص الملاعب وال السنتر سبورت سنتر اللي هيتعمل ان شاء الله. وهم كانوا في زياره للسفاره الصينيه ولقوا دعم كبير من السفاره ليهم للموضوع ده، وده حاجه طمنتهم، وان شاء الله يكون في تعاون في المستقبل ان شاء الله.